على مسافة تفوق 10 كيلومترات، شاطئ العربي بن مهيدي بولاية سكيكدا واحد من أكبر وأطول الشواطئ في الجزائر، يكتسي حلة جديدة. إن شاء الله يكونوا نموذج على المستوى الوطني، تحضيرات إن شاء الله تحضيرات تاع موسم الاصطياف تاع ببلدية فلفلة. ب 93 عملية تاع تهيئة، ونحن أعلن في الروتوشات الأخيرة كما راكم تشاهدوا، عندنا 25 فندق بسعة 2500. وايضا عندنا 4 مخيمات وعندنا 4 بيوت شباب، اضافه الى 34 مؤسسه تربويه خصصناها للمخيمات واهلنا في الجنوب. امكانيات ماديه وبشريه اذا سخرتها السلطات المحليه لانجاح هذا الموسم. بعنوان 93 عمليه اللي خصصت لهذه الشواطئ، كما قلت ب 26 مليار سنتيم. عندنا يعني 14 بلديه ساحليه، وهذا مهم جدا على شرط ساحلي فيه 147 كيلومتر وفيه يعني شواطئ مسموحات، فيها 27 شاطئ مسموح للسباحة. ولإعادة الاعتبار لهذه الشواطئ حتى تكون مؤهلة لاستقبال المصطافين ابتداء من شهر جويلية إن شاء الله 2021. هذا ويتوقع استقبال أكثر من 10 ملايين سائح خلال هذا الموسم.